الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن العراق يتكبد خسائر كبيرة في قطاع الموانئ والتجارة البحرية بسبب عجز الميزان التجاري في ظل الثغرات الكبيرة التي تسببت بخسارته نحو 10 مليارات دولار خلال العام الماضي. أضاف الخبراء أن العراق لا يمتلك أسطولا بحرية متكاملا، حيث يعتمد في استيراد بضائعه وتصدير النفط وغيره من الصادرات على تأجير باخرات لشركات أجنبية تتكفل بعملية نقل هذه البضائع. قال رئيس الغرفة التجارية بين حكومتي إيران والعراق إن عملية تسديد المستحقات المترتبة على العراق تجري بانسيابية تامة وفقا للاتفاقيات المتوصل إليها بين البنكين المركزيين للبلدين على حد وصفه. وذكر رئيس الغرفة يحيى آل إسحاق أن غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز، فيما لا توجد هناك أي متأخرات تخص القطاع الخاص الذي يتحصل على مستحقاته إزاء السلع التصديرية. وأضاف آل إسحاق أن بعض المقاولين العاملين بقطاع الخدمات الفنية والهندسية والعمرانية يواجهون بعض المشكلات يجري العمل على معالجتها، مشيرا إلى أن الحكومة في بغداد أعلنت مؤخرا استعدادها تسديد ديونها كافة إلى إيران والتي تتراوح ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار. هذا وكشفت وزارة الزراعة الحالية عن استمرار التهريب للدجاج والبيض من معابر في كردستان العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف أن عملية دخول البيض والدجاج يأتي من منافذ لا توجد فيها سيطرة نوعية للفحص، ما يعني استمرار دخول البضائع. وأضاف النايف أن بعض معابر كردستان العراق خارج سيطرة الحكومة في بغداد، وأن تلك المواد التي سعت الوزارة للسيطرة عليها أو الحد منها تدخل من منافذه، معترفا بصعوبة السيطرة على منع التهريب للبيض والدجاج من كردستان العراق. في هذه الأثناء تباينت أسعار النفط مع صعود خام برنت، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي وسط تصاعد الإصابات بفيروس كورونا. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا إلى 73 دولارا و17 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام برنت 20 سنتا إلى 76 دولارا و32 سنتا للبرميل. ويأتي ذلك بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة خلال عطلة أعياد نهاية العام بسبب تفشي المتحور الجديد أوميكرون. أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي أن تركيا تخطط لتحقيق 34 مليار و500 مليون دولار من إيرادات السياحة للعام المقبل. وقال أرسوي إن وباء كورونا الذي أثر على العالم بأسره تسبب في حالة غموض بخصوص السياحة العام الحالي، وإن إيرادات السياحة العام الماضي وصلت إلى 12 مليار دولار، مؤكدا أن تركيا وضعت بداية العام الحالي هدفا تريد تحقيقه، وهو زيادة بنسبة 100% ليتحقق هذا الرقم مع نهاية العام الجاري. وشدد على أن تركيا سيكون هدفها الأول هو تحقيق الأرقام التي حققتها عام 2019 في الإيرادات. إلى اللقاء.